ليلة الفاتح من نوفمبر 54 900 و1000، ليلة بداية الملحمة التاريخية التي أشعل فتيلها أبطال لم تتعدى أعمارهم 30 سنة، ضحوا بالنفس والنفيس في سبيل إعلاء راية الجزائر رغم قلة العدة والعدد ورغم الظروف الاستثنائية التي ميزت هذه الفترة. ورانا عايشين فيها، والشعب تاعنا راه عايش في أرضه مهما كان ثمن، وما تسلموش فيها. وقبيل انطلاق ثورة التحريرية بأربعة أشهر، التقى 22 فردا من شباب الحركة الوطنية ليطرحوا فكرة الحل العسكري، عندما أيقنوا أن ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، وأن المسار السياسي السلمي لم يؤتي أكله. لينبثق بعد هذا الاجتماع قرار تعيين مجموعة مصغرة تحتضن اللمسات الأخيرة لتفجير الثورة التحريرية، ويكون تاريخ 23 أكتوبر 1954 موعداً للقاء مجموعة الستة والإعلان عن ميلاد جبهة التحرير الوطني الممثل الشرعي والوحيد لكفاح الشعب الجزائري، ليصدر بعدها أول تصريح رسمي للجبهة، بيان 1 نوفمبر. أطلقت أول رصاصة من جبال الأوراس ليشتعل بعدها رصاص البواسل في كل ربوع الوطن من شرقها إلى غربها ومن شمالها فجنوبها. ورغم مضاعفة الاحتلال الفرنسي لقواته وتصعيده حملات بطشه، فقد تواصل الكفاح وانتصرت الثورة في مواجهات كثيرة. وبعد سنوات من تاريخ تفجير الثورة، جلس قادة الثورة الجزائرية على طاولة التفاوض في مواجهة ممثلي المستعمر الفرنسي لسماع استجابتهم لتقرير مصير الجزائريين الذي حدد تاريخه في الفاتح جويليا 1962، وفازت فيه الجزائر بالتصويت الساحق لصالح دولة مستقلة ابتداء من تاريخ 5 جويليا 1962، وبذاكرة أحصت 1.5 مليون شهيد خلال 132 سنة من الاستعمار الفرنسي.